بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اتكلم النهاردة عن سمكة جحا أو الياسمينة. سمكة جحا أو سمكة الياسمينة من الأسماك الوعرية، تطلع في الصخور شكلها جميل جدا، لكن كلها شوك. لو أنت بتصطاد وطلعت معاك تاخد بالك إن كل حتة دي عبارة عن شوك، كل ده شوك، فوق ده شوك، حوالين بقها ده بقى فيه شوك كتير جدا. طبعا وهي طالعة بتبقى إيه فاتحة كل الكلام ده في ايدك، ممكن ان هي ايه تشوكك جامد. هي اسمها جحا او الياسمينة، لكن للاسف هي تنظيفها صعب جدا، القشور بتاعتها صعبة جدا انها تشيل، صعب جدا انها تشيل، مش سهلة. في الناتج في الاخر بعد ما تقعد تقشر فيها وتتعب، هي في الاخر لحمها ناعم يعني غير مفضل في الاكل، وبالتالي برضو ايه الصيادين مش بيحبوا ياخدوها قوي الا لو كانت كبيرة او بكميات كويسة، بحيث ان هي تعوض. انت ممكن اصلا حتى لو طلعتها ممكن توديها حد ينضفها لك وانت جايب كمية. شكرا. طبعا زي ما احنا شايفين كده يعني كأنه بلاستيك اصلا، سبحان الله على جمالها. صلى على النبي. صلى.